من الصفحات الداخلية من هذه الصحيفة والرسم الكاريكاتوري واضح أنه يتطرق إلى المؤتمر التأسيسي لتيار المستقبل يلي استقبلوا واستضافوا مجمع بيال للمعارض في وسط بيروت يوم امبارح، وكان لرئيس الحكومة سعد الحريري مواقف خلال الكلمة يلي ألقاها في هذا المؤتمر التأسيسي. وبطبيعة الحال الرسم الكاريكاتوري يتحدث عن نفسه، وكما ذكرنا الرسم للكاريكاتوريست ستافرو جبرة من الصفحات الداخلية من صحيفة البلد. وطبعا إذا فينا نقول لعب على الكلام بين تيار المستقبل وتيار المستقبل في هذا الرسم الكاريكاتوري. من صحيفة